اهلا بحضراتكم من جديد في المواجهه، واحنا دلوقتي موجودين مع مجموعه من الطلاب من دول افريقيه مختلفه موجودين هنا في جامعه القاهره، منهم اللي بيدرس فعلا في كليه الدراسات الافريقيه العليا، ومنهم اللي بيدرس في كليات اخرى في جامعه القاهره، ولكن بيجمعهم ان كلهم متقدمين وموجودين دلوقتي ضمن مشروع الالف قائد افريقي. هنتكلم معاهم ونشوف اولا بقالهم قد ايه هنا، شايفين الدراسه هنا ازاي، بيفكروا يرجعوا لبلادهم بعد كده ولا بيفكروا يعملوا ايه بعد ما يتم دراساتهم، وطبعا فكرة مشروع الألف قائد ايه اللي خلاهم مهتمين ان هم ينضموا ليها وايه اللي هيحققوا المشروع ده. اسمحوا لنا ارحب بيهم واعرفهم على حضراتكم. معانا سيد علي عبد الله من الصومال، اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا بيك، وهستأذنكم بقى اللي يتكلم هياخد المايك. ومعانا كمان جاكومينا خميس من جنوب السودان، اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ومعانا مروه محجوب من السودان، اهلا يا مروه. اهلا بيكي. اهلا بيكي. وظافر علي عبد الله من جزر القمر، اهلا بيك. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب انا خلينا نتعرف على كل واحد ونبدا بقى، معلش انا هستاذنكم ليديز فيرست، انتوا عارفين طبعا هنبدا بالسيدات. مروه قولي لي انت بقالك قد ايه هنا وبتدرسي في اي، يعني انت في الكليه هنا ولا في كليه اخرى في جامعه القاهره؟ تمام، انا مروه محمد محجوب، بدرس في كليه الدراسات الافريقيه العليا. طبعا لي فتره طويله في مصر، لي حوالي 18 سنه، يعني أتممت مراحل التعليم كلها هنا في مصر. وبدرس هنا في الكلية بقسم السياسة والاقتصاد، تخصص اقتصاد في كلية الدراسات الإفريقية العليا. مظبوط. أيوة. متخصصة في الاقتصاد. نعم. أيوة. إيه اللي خلاكي تختاري الدراسة دي؟ بصراحة أنا مهتمة جدا يعني بدراسة الاقتصاد، فلقيت أنه المجال مفتوح لي أكتر، أنه الكلية دي كمان متعمقة في الشأن الإفريقي، ودي كانت حاجة كويسة يعني وقريبة للحاجات اللي أنا بتطلع عليها يعني ولطموحاتي وكده يعني. كويس. انت بتقولي بقالك 18 سنه هنا، يعني الاسره موجوده هنا؟ الاسره موجوده هنا واخواتي كلهم اتمموا مراحل الدراسه هنا في مصر. اذا انت ان شاء الله لما تتخرجي ناويه تكملي هنا ولا ناويه؟ والله يعني ممكن شويه هنا وشويه في السودان، يعني حاجه مرتبطه بمصر والسودان ان شاء الله. طب كويس، هرجع لك بقى. وعايزه اروح الاول لجاكومينا. جاكومينا انت من جنوب السودان، يعني عندنا السودان وجنوب السودان هنا. الاخوه. ايوه الاخوه بالظبط. قولي لي انت برضو بتدرسي في اي كليه؟ انا بدرس في كليه اداب علم اجتماع المستوى الرابع. يعني في سنه رابعه. في سنه رابعه اداب علم اجتماع. قولي لي بقالك قد ايه برضو في مصر؟ هل جيتي مباشره على الكليه ولا انت من قبل كده موجوده في مصر؟ انا جيت مصر هنا من 2003 على ما اظن، داخل على 17 سنه زي زميلتي. وانا جيت هنا عشان نسبة للحروب وكذا، بس هنا لقينا في تعليم ونقدر نستفيد لو بعد كده رجعنا بلدنا. كويس. هل انت بتفكري انك ترجعي فعلا ولا اسرتك موجودة هنا؟ اسرتك فين؟ اسرتي كلهم موجودين هنا، بس اكيد ما انه مصري بلدي التاني، بس بحب كمان ارجع بلدي. عايزه ترجعي ان شاء الله؟ بس تخلصي. بعد ما اخد خبرات اللي ممكن الاقيها هنا بطريقه كويسه واقدر استفيد بها بلدي ان شاء الله. طيب هروح بقى لسيد. سيد انت من الصومال؟ ايوه انا من الصومال. تدرس فين؟ في اي كليه؟ انا ادرس جامعه القاهره كليه الحقوق سنه ثالثه. في سنه ثالثه؟ في سنه ثالثه في الحقوق. وبقالك كم سنه في مصر؟ جاي على تقريبا كليه على طول؟ اربع سنين. انت جيت قبل الجامعه؟ قبل الدراسه. ايوه سنه، علشان اجراءات البنحة والدراسه الكلام ده، وبعدين دلوقتي انا سنه ثالثه. انت كنت جايب منحه؟ ايوه من بعثه عن الحكومه يعني تبادليه. كويس. وكنت قبل كده في الصومال؟ انا كنت قبل كده في الصومال. نعم. واسرتك فين؟ اسرتي في الصومال، عايشه في الصومال. عايشه في الصومال. أيوة. طيب انت بتفكر انه لما تخلص ان شاء الله تقعد هنا شويه، تسافر ترجع الصومال، بتفكر تعمل ايه؟ ان شاء الله افكر لما اخلص الكليه ارجع في بلد الصومال، علشان الصومال دلوقتي يعني تحتاج رجال بيدرسوا القوانين، مجال القوانين، ولازم ارجعها باسرع وقت ممكن لما اخلصها ان شاء الله. وكمان لما استفد خبرات اللي موجوده في مصر واي برنامجات اللي تخص عن الصومال ان شاء الله، ارجعها في الصومال ان شاء الله. ان شاء الله. طيب. ظافر بقى من جزر القمر، برضو بتدرس فين؟ هنا في الجامعه. انت كنت قلت لي انك في الازهر. نعم، انا ظافر من جزر القمر. جزر القمر أؤكدها مرارا وتكرارا أنها جزر القمر باللغة العربية، مشتق من القمر نفسها. أوكي.
أخذت الإعدادي في الأزهر والثانوي والكلية. أنا خريج كلية الدعوة الإسلامية وحاليا في مرحلة الدراسات العليا. دراسات العليا هناك في الأزهر ولا في هنا في الكلية؟ الأزهر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. طيب برضو قولي أنت بقالك إذا كنت واخد الإعدادية في الأزهر أنت بقالك سنوات يعني موجود. نعم. هنا في مصر. نعم 12 سنة. 12 سنة مع الأسرة ولا جاي لوحدك منحة ولا كنت جاي إزاي؟ أنا جئت بنفسي أولا، لم آتي بمنحة لأني كنت أريد أن أعشق أن أدرس المعلومة الدينية، فبعد ما حصلت عن الشهادة الثانوية تزوجت بنتا من هناك ثم جاءت وهي أزهرية أيضا حاليا، وربنا كرمنا ورزقنا بعبد الله وأفنان وهي أزهري زوجتي، وإن شاء الله تعالى عندما نكمل مسيرة الدراسة سنرجع إلى بلدنا الأول. مصر هي البلد الثاني، وأكيد من شرب معها نلها هيرجع ثاني، ولكن أكيد. فكرة الرجوع موجود إن شاء الله. لكن فكرة الرجوع لجزر القمر موجودة. موجودة. طيب قولي يعني وجودك هنا في مصر طوال هذه السنوات شايف إنه هي فادتك إزاي؟ يعني استفدت إيه؟ مصر خليني أكون صراحة معك أقول لك بأن مصر هي الأم، كما قيل بأن مصر أم الدنيا وإغاثة البلاد، فهي مصر الأم تقوم بواجبها الكامل. نحن وجدنا إخوة هنا ووجدنا آباء هنا، فالتعامل في مصر كأننا في جزر القمر لم يختلف. ممتاز. وأما كشكل الإفادة الاستفادة، أنا استفدت أكيد من الأزهر ومن كلية أخرى لأني أتابع بعض المجلات، في استفدت في سواء في شباب الرياضة وزارة الشباب والرياضة، عرفت بأخي حسن الغزالي وتعاملت معه فتعلمنا كثير وتدربنا في أماكن كثير، وحاليا نحن في مشروع ألف قائد في هذه الكلية إن شاء الله تعالى. الاستفادة كثير. كويس. طيب أنا عايز أسأل مروة، مروة أنت هنا يعني في الأربع شباب الموجودين معايا أنت الوحيدة اللي بتدرسي هنا في الكلية. أيوة. هي كانت الأول معهد وبعدين دلوقتي الحمد لله أصبحت كلية. قوليني شايفة الدراسة اللي بتحصلي عليها هنا إزاي؟ شكل الدراسة، زملائك، الأساتذة، الخبرة اللي بتكتسبيها هنا؟ بصراحة طبعا المكان ده يعني أنا بفتخر إنه أنا بدرس في كلية الدراسات الإفريقية العليا، لأنه عندنا دكاترة يعني من الدكاترة المتميزين جدا جدا، والناس اللي عاصرت يعني عاصرت الفترات المهمة جدا في إفريقيا، وهم يعني دكاترة ممتازين جدا وعلى قدر كبير يعني. فبصراحة يعني مبسوطة جدا إنه أنا بدرس هنا واستفدت كثير جدا من الدراسة هنا، لأنه كمان أنا كوافدة سودانية في ميزات كثيرة جدا للطلاب السودانيين في مصر بالنسبة للدراسة كرسوم والمعاملة يمكن خاصة شوية بالنسبة للسودانيين، ودي حاجة بتبسطني شديد. خاصة ازاي؟ يعني كلميني أكثر مثلا الرسوم مصاريف الدراسة بندفع 10% بس من اللي بيدفعوه الأجانب الوافدين الآخرين يعني، ودي طبعا حاجة يعني أنا مبسوطة بها، يعني بحس أني أنا كأني مصرية يعني بتعامل زي الطلاب المصريين. تمام. الحاجة الثانية بالنسبة لتخصصي، استفدت كثير هنا. المكتبة مثلا في الكلية فيها كتب يعني متخصصة ممكن ما حلقاها موجودة في أي كلية تانية أو جامعة. ممكن يفيدك بإيه؟ يعني دراستك هنا وتخصصك لما ترجعي إن شاء الله السودان إذا كنت بتفكري ترجعي. طبعا السودان هي دولة إفريقية، فبالتالي الشأن الإفريقي هو يعني مهم جدا بالنسبة لي وبالنسبة للدراسة في الشأن الإفريقي. بالنسبة لي حيفيدني في حاجات كثيرة، مجالات عمل. طبعا هي الآن الاتجاه نحو القارة الإفريقية
كبير جدا، فده حيفيدني كثير جدا، يعني انه انا اكون دارسة اقتصاد وكمان متخصصة في الشأن الافريقي، ده حاجة كويسة جدا. يعني انا شايفة انه هي فرصة يعني لي وللشباب المعاي في نفس التخصص يعني. طيب عايز اروح لجاكومينا. جاكومينا انت قلتي لي او كلكم طبعا دخلتوا في مشروع الالف قائد، خلينا ندي الناس فكرة اكتر، ايه هو مشروع الالف قائد؟ مشروع ألف قائد هيخرج منه طلاب قادرين لتحمل المسؤولية، مبتكرين، قادرين لصنع القرار، مفيدين لوطنهم لما يكونوا خارجين من هنا، قدروا يحلوا أزمات، يحلوا مشكلات. يعني أنا شايف حلم كبير حيتحقق في من خلال المشروع ده، عشان كده أنا حبيت أن أتقدم فيه. شايفة أنك إيه اللي ممكن تحققيه بعد ما يعني تخلصي تدريبك في هذا المشروع؟ إيه اللي ممكن تستفيدي منه وتفيدي كمان؟ أول شيء أنا حسيت يعني ومن خلال الدكاترة وهم بيكلمونا، حسيت أنه أنا هخرج من المشروع ده متطورة. يعني هتطور من إمكانيات اللي ممكن أنا القيادة عندي. القيادة عندي، يعني أقدر إزاي أنا أستمع للآخر، ومن خلال الاستماع ده أقدر أحل حاجة أو أقدر أناقش حاجة أو أفيد حاجة اللي قدامي. كويس. طب وبالنسبة للسيد، انت برضو في مشروع الالف قائد، قولي بدأتوا تدريبات مثلا، شكل المشاركة في المشروع ده عاملة ازاي؟ ايه اللي بتعمله؟ المشروع اصلا مشروع الف قائد بندرس الاقتصاد الف لانه الف طالب، يعني الف طالب افريقي بيدرسوا اربع مجالات، اقتصاد إيه والاعلام والسياسة والادارة. كويس. والمشروع ده يعني مشروع يعني يفتح المجال للشباب الافريقي اللي هم يقدروا لما يقلصوا هنا يعملوا يعني يشتغلوا بالاداره او يشتغلوا بالسياسه او بيشتغلوا في الاعمال الاعلاميه. مشروع ده مفيد جدا، وانا كشخصيا قبل ما اجيب سؤالك احس فيه اهتمام للقائد للقياده الافريقيه في السنوات الاخيره، يعني فيه يعني اهتمام للشباب، علشان افريقيا يعني قاره لها يعني خيرات كثيره، يعني لو كانت بترول اي كان مثلا، لما ترى الان في الاسواق العالميه هم بيتنافسوا الافريقيا، لماذا نحن احنا كافريقيين نتنافس بهذه مثلا، لماذا لا ننتج هذه الاشياء اللي هم بيتنافس العالم؟ لاجل ذلك يعني كان يوجد اهتمام كبير جدا في القياده الافريقيه في السنوات الاخيره، ومنهم يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو كان بيهتم يعني الشباب الافريقي. انا اشتركت اكثر من برنامج مع وزاره الشباب والرياضه بيهتموا مثلا الشباب العربي الافريقي، أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، كل هذه الدورات أو الندوات بتدل أن فيه اهتمام للشباب الإفريقي. ولما أرجع برنامج المشروع ألف قائد إفريقي، يعني مشروع تتدرب، يعني لما نتدرب يعني أكيد يستفيد يعني للشباب اللي ألف شباب دول في هذا البرنامج، وهم بيستفيدوا للإعلام والاقتصاد والسياسة. كمثل لما أنا اخترت الإدارة أنا وتخرجت من هنا، أكيد سأرجع إلى بلدي وسأفيد عن الأشياء الإدارية طبعا. وخاصة الصومال تحتاج بالإدارة، يعني خاصة نحتاج الإدارة، يعني كحكومة تفضل أو بتسأل بتدور يعني الشباب يعني يعرف هذه المجالات، لأجل ذلك كده أرى أننا نستفيد أكثر. ممتاز. طيب أنا هروح لظافر، شايف إزاي الاهتمام يعني اللي بيوجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في الفترة الأخيرة تجاه إفريقيا، وأيضا شايف إزاي الوضع الآن في إفريقيا، وشايف يعني إيه الدور ممكن تقوم به مصر في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي هذا العام؟ تمام، سؤال ممتاز جدا. وقبل أن أجيب هذه السؤال عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خليني أذكر صراحة أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هو قدم بما كان من الممكن لو القادة الأفارقة كانوا قاموا بما قام به لكنا في المستقبل. ولما غادر الشباب الأفارقة في أرضهم الإفريقية إلى أمريكا وأوروبا، ثم بعد الرحيل الزعيم مصر تراجع بقليل، لا أقول بشكل كامل ولكن بقليل، وحاليا الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي نسأل الله أن يسدد خطواه وأن يكون في عونه. هو انتبه عن أهمية القارة الإفريقية،
وانتبه عن أهمية الإحرار، لأن التحرر لم نحن إلى حد الآن لسنا لم نحصل عن حريتنا الكامل. تقصد التنمية والتحرر من المشاكل والتحديات. فهو الرئيس انتبه بأن في القارة في مميزات كثيرة، الأشياء الطبيعية لابد أن ننتبه إليه ونستفيد. ثم هو لو ننظر إلى كلماته يخاطب الشباب، لأنه يعرف تماما أن الشاب عندما يريد أن يقاوم عنده القدرة، فهو يخاطب الشباب ويخطط للشباب. فإن شاء الله تعالى نحن كشباب أفارقة لدينا أمل في رئاسة مصري الاتحاد الأفارقة، لدينا أمل وطموح، ونتمنى أن يكون هناك إنجازات كثير إن شاء الله تعالى لنستفيد جميعا إن شاء الله. طيب مروة، طبعا أكيد متابعة مؤتمرات الشباب اللي بتقام في مصر، سواء مؤتمرات الشباب منتدى الشباب العالمي الحقيقة، يعني ده أصبح تقليد متخذات الدولة المصرية بقى لها فترة. وبما أنكم شباب مهتمين كمان بالقيادة وبتدريب أنفسكم وتأهيل نفسكم من خلال اشتراككم في مشروع الألف قائد إفريقي، شايفة المؤتمرات دي إزاي؟ وهل يعني تتمني أنه مثلا يعني باقي الدول الإفريقية برضو تاخد نفس الخطوات ويبقى عندها مؤتمرات للشباب؟ بصراحة طبعا يعني مصر بعد ما ترأست الاتحاد الافريقي، انا شايفة بالمؤتمرات اللي عملتها سابقا يعني انه هيكون في حاجات اكتر واكتر تفيد الشباب. واختي كانت بالمناسبة واحدة من المشاركين في منتدى شباب العالم، وكان طبعا استفادت جدا، نقلت لنا خبرتها من التجربة دي واستفادت كثير جدا. فدي كانت حاجة من الحاجات الممتازة اللي قدمتها مصر يعني. وبتمنى انه طبعا الدول الافريقية كلها لما تترأس الاتحاد الافريقي، يعني حتى لو كانت الرئاسة الشرفية، انه هي تقدم حاجة للشباب الافريقي، لانه طبعا الفترة دي هي فترة الشباب، وافريقيا طبعا انه هي هتعمر بشبابها. وان شاء الله يعني ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكركم وبتمنى لكم التوفيق. مروه محبوب من السودان شكرا ليكي، ظافر علي عبد الله من جزر القمر شكرا ليك، وشكرا لجاكومينا خميس من جنوب السودان، وسيد علي عبد الله من الصومال اشكركم وبالتوفيق، وان شاء الله تبقوا قاده ناجحين يعني في بلدكم باذن الله. بتمنى ان تكون يعني كانت حلقه ممتعه ومفيده لحضراتكم. اشوفكم في مواجهه جديده، الى اللقاء.